بالطبع لن تموت، لا يمكنها أن تموت. نظرت لي ببؤس إلى شوارع مانشستر التي غسلها المطر، مفكرة بمرارة، مع أنها كانت تفكر يائسة في الموت. إنما رغم امتناعها عن الطعام والشراب والنوم، كذلك ظلت على قيد الحياة. فالناس لا يموتون عندما تتحطم قلوبهم، على الأقل ليس في مثل هذه الأيام. وإذا حدث ما هو أسوأ، فقد تنقل إلى المستشفى حيث يقومون على تغذيتها طبيا. كان هذا ما قالته لها السيدة ثورب. لم توفر لها الغرفة الغريبة أقل راحة. لقد نقل ماتيوس ثيابها ومقتنياتها الشخصية إلى شقة أمه، والتي وافقت. وإن على مضض على استضافة الفتاة بضعة أسابيع، فكان أن افتقدت مساحات الريف الشاسعة وغرفتها الحبيبة التي عاشت فيها طفولتها وشبابها. ولكن أكثر من تفتقده هو ماتيوس، وافتقادها إليه يملأ قلبها بيأس لا حدود له. فكلما استيقظت شعرت بعذاب شديد، لأنها تعرف أنه لن يرجعها. تساءلت أحيانا عما ستفعله لو منحها فرصة أخرى. أتسمح لنفسها أن تحبه وهي تعلم النتيجة سلفا؟ أتتركه وشأنه كما طلب منها أكثر من مرة قبل أن يفوت الأوان؟ اعترفت أنها ما كانت لتفعل، فهي تعلم أنها لو منحت فرصة أخرى لأحبته ولشجعته على حبها. هذا هو بالضبط ما تريده وما تتوق إليه منذ أن تفتحت عيناها على أحاسيسك هذه. كيف لها الفرار من حبه، وكل عرق في جسدها وكل قطرة دم تصرخ متوسلة إليه. عندما أحضرها قبل 3 أسابيع إلى منزل أمه، راحت تدعو الله كل ليلة حتى يعود، موهمة نفسها بأنه لن يتمكن من الابتعاد عنها. وأخيرا اقتنعت بأنه سيتعلم كيف يحبها. ولكن سرعان ما حطم الزمن هذا الأمل، فاعترفت أخيرا أن ما تفعله لن يحل مشكلتها. فهي لا تريده هكذا، لا تريده بالزواج أو بغيره، إذا كان بغير حب. سبقت طرقة على باب الغرفة دخول السيدة ثورب، والتي كانت مرتدية ملابسها استعدادا للخروج. سأعود في 6 مساء، إذا أردت ما تأكلينه تجدينه في المطبخ. فقد تركت السيدة هايز بعض السندويتشات فيه وهي عائدة لاحقا لتحضر العشاء. فلا تزعجي نفسك بغسل الصحون. لا يزعجني ذلك، أعرف أنك لا تنزعجين، إنما أفضل ألا تكسري لي المزيد من الصحون الفاخرة. أتركي كل شيء للسيدة هايز، فهي تعرف كيف تتعامل معها. حاضر يا سيدة ثورب. قامت لي من المقعد الذي كانت جالسة عليه قرب النافذة لتواجه المرأة العجوز. طافت عينا المرأة الحادتان على كنزتها وتنورتها الحمراوين. ستكونين على ما يرام حتى أعود. نورا لا تقدم المرطبات عادة، لذلك حالما تنتهي لعبة الورق سأعود. ردت لي بجفاء، لا تستعجلي في العودة من أجلي. كانت قد اعتادت على خروج السيدة ثورب بعد ظهر كل يوم للعب البريدج، وفي الواقع كانت ترحب بوحدتها في الشقة. رفعت والدة ماتيوس رأسها موافقة. حسنا، يسرني أنك تعلمت بعض الأخلاق الحميدة أخيرا. لا أعرف ما سيفعلونه بك في مدرسة سانت هيلين. ابتلعت ريقها بصعوبة. هل ذكر ماتيوس لك مدرسة سانت هيلين مؤخرا؟ طبعا، فهو ينهي الإجراءات لتكوني هناك في مطلع الخريف، أي بعد 2 أسابيع. ها، نسيت أن أخبرك بهذا. بعد 2 أسابيع؟ تنهدت السيدة ثورب. عليك التوقف عن التصرف، وكأن التحاقك بالمدرسة الداخلية هو نهاية العالم يا ليا. عرفت منذ أحضرك إلى منزلي أنه لن يمضي وقت طويل حتى ترحلي إلى سويسرا، وأرى أنه تأخر في إرسالك. لا أفهم كيف أبقاك في المزرعة كل هذه السنوات، لم أكن أعرف كيف أخبئ وجهي. أحنت لي رأسها. لا خطأ في إقامتي هناك، كنت أنا وماتيوس سعيدين معا. ردت بحدة لاذعة، لكنكما لم تعودا سعيدين. لقد ذهب إلى رشده لسبب لا يعرفه سواه، وما أشد السرور بقراره، لأنني كنت أخشى أن يقع ما لا تحمد عقباه. عبست لي. ما قصدك؟ وماذا برأيك أنني أعني أيتها الغبية؟ قد أكون في 60 من عمري، ولكنني لم أفقد عقلي حتى الآن. أنت فتاة جذابة، وطالما اهتم ماتيوس بالفتيات الجذابات. حبست لي أنفاسها. أوه، هكذا إذن تظنين
تظنين أننا ربما ماتيوس وأنا. أحست باختناق في حنجرتها، ثم بدأت تضحك ضحكات هستيرية صاخبة. جعلت السيدة ثورب تظن بأن الفتاة قد جنت، فتقدمت نحوها. ليا، توقفي عن هذا، توقفي فورا. لا أدري حقا ماذا دهاك. طالما قلت إن ماتيوس غبي، غبي لأنه يرعاك. إن طيش ابنتي ليس بسبب يدفعه إلى احتضان طفلة ليست من لحمه ودمه. خبت ضحكات ليا بالسرعة التي ثارت فيها، مسحت عينيها بمعصميها ثم قالت: أرجوك اذهبي من هنا يا سيدة ثورب. أصدرت السيدة صوتا متوترا قبل أن تخرج، وعادت وحيدة في غرفتها تشعر بالبؤس والسقم والهجران، لا تملك حتى السلوى بوجود أصدقاء يشاركونها مشاكلها. لقد حرمها ماتيوس من كل شيء، فصديقاتها بعيدات عنها وهي تقيم في مانشستر. وضعت ذقنها على يدها تحدق إلى الفضاء. لقد قربت كلمات السيدة ثورب صورة المستقبل، بات إرسالها إلى المدرسة في سويسرا مؤكدا. ماتيوس يحضر كل شيء، وهي لن تعرف شيئا عن تلك التحضيرات حين يحين أوان رحيلها. ستنقل أمه الخبر. تحركت مشاعر ليا بسخط مكبوح. ستكون في 18 في الميلاد القادم، فهل نسي ذلك؟ إنه يراها فتاة قاصر تقع على عاتقه مسؤوليتها، ولعل ما يريده حقا هو التخلص من هذا الحمل، ولكن تهذيبه يمنعه عن قول شيء كهذا. عليها الآن أن تفعل شيئا. نعم، عليها البحث عن عمل وعن مسكن، حتى إذا ما جاء ناقلا إليها خططه بشأن مستقبلها. رمت ما أتى به في وجهه. راحت تفتش في الأدراج عن حقيبة يدها، فأخرجت محفظة النقود التي في داخلها. عندما صاحبها ماتيوس إلى هنا أعطاها بعض المال قائلا أنه مصروفها، ولكنها لم تهتم به ساعة إذ. أما الآن فقد أخرجت الأوراق النقدية من المحفظة الجلدية، تعدها بسرعة ببهجة وحبور. معها من المال ما يكفيها لاستئجار شقة حتى تجد عملا، وما إن تبدأ بجني المال حتى تعمد إلى توفير المبلغ لترده إليه. لقد قررت أخيرا انتزاع نفسها من وصايته، ولكن إن خرجت من هذه الشقة فقد لا تراه ثانية. أحست بوهن رهيب يجتاح جسمها، لكن ما البديل؟ البديل مدرسة في سويسرا حتى تبلغ 18، ثم ماذا؟ تنهدت، تشك في أن يسمح لها ماتيوس بالعودة إلى ماتلوغ إيدج. لا، يجب أن تجد ترتيبا آخر لها، وهناك احتمال آخر، أن يرجعها إلى منزل أمه حتى إذا ما أظهرت اهتماما بشاب ما سارع إلى تزويجها كما توقعت كاتي، ليبعدها عن ظهره. مسكينة كاتي، لكم يدوم عملها طويلا، ولكنها لم تخسر شيئا بهذه الصفقة. فحسب قول السيدة ثورب إن ماتيوس أعطاها مكافأة ستجعلها غير مضطرة للعمل وقتا طويلا، ولكن حظ كاتي الطيب لا ينطبق عليها، لأن عليها أن تجد عملا في غضون أسبوعين، وهو وقت قصير للبحث فيه عن عمل وشقة. أمضت في الأيام التالية أوقات الفراغ في تمشيط وكالات التوظيف. لم تتساءل السيدة ثورب عما تفعله، فانشغالها بحياتها الاجتماعية أبعدها عن الاهتمام بما تفعله ليا. لا تنكر ليا أنها كانت تضبط السيدة تنظر إليها أحيانا باستغراب، ولكنها تعرف أنها تتطلع شوقا إلى يوم رحيلها. لم تحصل على العمل الذي وجدته أخيرا عبر وكالة من الوكالات، بل عبر إعلان موضوع على واجهة محل تصفيف شعر. سألت ليا في الداخل، فاكتشفت أن من يطلب موظفة هو الرجل المدعو ألفونسو، والذي قال لها: لدي محلان للتزيين، هل أنت واثقة حقا أنك تريدين هذا العمل؟ أشعر بأنك لا تحتاجين إلى المال. أنت مخطئ، ماذا علي أن أفعل بالضبط؟ لأنه لم يسبق لي أن صففت شعرا. قال ألفونسو: أوه عزيزتي، لن تصففي الشعر، لهذا سألتك إن كنت فعلا بحاجة إلى العمل، فالمطلوب منك خدمة الزبونات. ابتسمت ليا تؤكد له بحزم: أريد العمل حقا، أتعرف كم يصعب إيجاد عمل عندما يكون المرء معدوم الخبرة؟ أعرف. حسنا أيتها الشابة، سأقبل بك، من يعلم قد أكتشف فيك موهبة في تصفيف الشعر، وقد أمنحك فرصة التمرين. شكرا لك، متى أبدأ؟ ما رأيك بالغد؟ تعالي صباحا لتعتادي على المكان، المزين المسؤول هنا هو جان، سيتم تعارفكما الآن. ألن أعمل معك؟ ابتسم ألفونسو: في الوقت الراهن لا، ربما في المستقبل. لدي في المحل الآخر فتاة تظن أنها حامل،
فإذا تركت العمل سأرى ما أفعل. عادت ليا إلى الشقة ذلك المساء والبهجة تعم قلبها، لقد وجدت عملا ولم يبقى أمامها إلا البحث عن مكان تنام فيه، ووجدت هذا المكان بعد ظهر اليوم التالي، وهو عبارة عن غرفة صغيرة في منزل فيكتوري لا يبعد كثيرا عن وسط المدينة. لم يكن الجوار مرموقا، ولكن المنزل نظيف ورخيص، وقد بدت صاحبته السيدة فريتز مشفقة على صغار سنها. لست من مانشستر أليس كذلك يا فتاة؟ ما خطبك؟ تشاجرت مع والديك؟ لدي هنا من يعاني من المشاكل العائلية، فلا تقلقي، سأهتم بأن تتناولي طعاما جيدا، فأنت نحيلة كالقشة. ذهلت ليا، فلم تكن حتى تلك اللحظة انتبهت إلى مظهرها، بل لم تكن تلاحظ أن تنورتها واسعة عليها وأن وجهها فقد إشراقته المعتادة. وفيما هي عائدة إلى الشقة لمحت صورتها في زجاج واجهة أحد المحلات، فأدركت أنها لن تضطر بعد اليوم إلى مراعاة عدد الوحدات الحرارية التي تأكلها. سألتها السيدة ثورب: أين كنت؟ يحاول ماتيوس الاتصال بك منذ ساعات، قلت له إنك خرجت تتسوقين لكنه لم يتوقف عن الاتصال. ماتيوس يتصل بي؟ ألم أخبرك؟ لقد رددت على الهاتف ما لا يقل عن 6 مرات. حسنا، قال إنه قادم ليراك في الغد، لذلك من الأفضل ألا تكوني في الخارج وقت وصوله. رفعت لي يدها إلى عنقها: غدا؟ أذكر لك السبب؟ إن للأمر علاقة بتلك المدرسة في جنيف، لم أسأله في الواقع، هو الآن سأتأخر عن موعدي. أخارجة أنت؟ طبعا، أخبرتك هذا الصباح أنني سأحضر اجتماعا لنادي البريدج هذا المساء، هل نسيتي؟ ولكنها نسيت ذلك بسبب انشغالها في البحث عن مسكن. أردفت السيدة: تركت لك السيدة هايز قطع لحم باردة وبعض السلطة في البراد، طلبت منها بما أنني سأتعشى في الخارج ألا تحضر شيئا للعشاء، فأنت لا تأكلين بما يكفي ذبابة. أجل، لكن تفكير لي كان منصبا على أمور أخرى، فخروج السيدة سيمنحها فرصة للفرار. نعم، عليها الخروج الليلة، فغدا ماتيوس قادم، هي ترغب طبعا في رؤيته، وها هو قلبها ينفطر ألما لأنها تريد تجنبه، إنما رؤيته مجددا ستجلب إليها المزيد من الألم الذي نالت منه ما فيه الكفاية. غادرت السيدة ثورب المنزل بعد 7 بقليل، أما ليا فقطعت قطعة لحم وخبز وحملتها إلى غرفتها لتأكلهما وهي توضب حقائبها. ليس أمامها وقت طويل، فقد تعود السيدة ثورب باكرا. وضبت حقيبة ثم وضعتها أمام الباب، أما الأخرى فكانت على وشك الانتهاء منها عندما رن جرس الباب. صدمت ليا ووقفت كالتمثال جامدة. هل عادت السيدة ثورب؟ توجهت لتفتح الباب، ولكن قبل الوصول إليه عانت على بالها فكرة أخرى. ماتيوس، أيمكن أن يكون الطارق هو ماتيوس؟ هاين يا إلهي، ماذا ستفعل؟ كان أمامها خياران، الأول أن تخبئ الحقائب وما يدل على رحيلها، والثاني أن تتظاهر بأن المنزل فارغ. لكن ما لم تكن مستعدة له كان ما حصل بعد هذا، فبدل أن يتخلى الزائر عن رن الجرس سرع يدس المفتاح في القفل، فكان أن وقفت مرعوبة وهي ترى الباب يفتح بهدوء. ليا، فكك استخدام ماتيوس لاسمها الجريدة على أطرافها، فارتدت إلى الوراء مضطربة. كان عليها أن تعرف أنه يحتفظ بمفتاح لشقة أمه، أمه ليست صغيرة في السن، لذا من المنطقي أن يملك وسيلة للدخول في حال مرضها. شاهدها وهو يقفل الباب. ليا، وشاهد كذلك الحقائب في الردهة، فتسمرت عيناه الخضروان وقد فهم ما تنوي فعله. بدا لها مخيفا كما تصورته، زادت ثيابه الفاتحة من تجهمه، وبدا كذلك متعبا وشاحبا كما لم تره قط. صفق الباب واستند إليه. ماذا يجري هنا؟ لماذا لا تفتحين؟ لقد سمعت طرق الباب. نعم سمعته، ولكنني لم أعرف من الطارق، فوالدتك غير موجودة. أعرف هذا، هو الآن. ما هذا؟ مؤامرة صغيرة؟ ليس هناك مؤامرة، أنا راحلة ليس إلا. اللعنة عليك إن فعلت. تجاوزها وأسرع إلى غرفتها، سمعته يفتح أبواب الخزانة ويقفلها بنفاذ الصبر، ثم عاد مجددا وعلى وجهه الجهد والاستنزاف. ارتدت لي خطوة إلى الوراء.
ماذا تفعل؟ لم أسرق شيئا من ممتلكات أمك، سأخذ ما هو لي فقط. لم أتصور غير هذا، ولكنني ظننت، آين رباه، ظننت أن معك أحد هنا، شخص مسؤول عن رحيلك. هناك ما هو مسؤول، لقد وجدت عملا هنا في مانشستر، كما وجدت مسكنا أقطن فيه. تغضن وجهه. لماذا؟ لماذا؟ بحق الله لماذا؟ تعرف السبب، لن أمضي العمر وأنا أعتمد عليك، ثم هناك أمر المدرسة في سويسرا، لا يمكنك إجباري، سأبلغ 18 بعد 3 أشهر. تقدم بقلق يدس يديه في جيبي سرواله. أوف يا الله، لست مضطرة إلى العمل، جئت هذا المساء لأعرض عليك البديل. صحيح، حسنا، لا أحتاج إلى بدائلك بعد الآن، فلدي بديل آخر. إنما يسرني أنك عرفت أخيرا أنني أصبحت في عمر يخولني تحمل مسؤوليتي بنفسي. تقدمت لتقف قرب باب الردهة المفتوح فهز رأسه. لم أقل هذا، بل على العكس، أريد أن تظلي تحت حمايتي ونفوذي. مات زوج صديقة لوالدي مؤخرا، وهي بحاجة ماسة إلى شابة ترافقها. كنت سأقترح عليك هذا المركز على الأقل مدة الشتاء، أو كما تقولين حتى تبلغي سن الرشد. هكذا إذن، حسنا، لا أحتاج إلى هذا العمل، سألها بفظاظة. وماذا ستفعلين؟ حركت كتفيها بحذر. سأعمل لدى مزين للشعر، استأجرت غرفة في منزل في ضاحية بريستد. بريستد، ردد الكلمة بوحشية فهزت رأسها إجابا وقالت: أعرف أنها ليست منطقة نظيفة، ولكن ليست نظيفة، يا إلهي إنها حقيرة. هذه لا أستغرب استعدادك للهرب، فأنت تعرفين أنني لن أوافق. لا أحتاج إلى موافقتك أو عدمها، إنها حياتي لا حياتك. سألها بعنف: هذا ما تؤمنين به؟ هذا ما تؤمنين به صدقا؟ بحق الله يا ليا، لن أتركك تفعلين شيئا كهذا. استدار يضع يده على رف المدفأة حيث أوقع تمثالا خزفيا لكيوبيد. يا إلهي ليا، لا أدري كم أستطيع التحمل، أحتاج إليك، لا أستطيع التفكير بشكل سليم. نظرت إليه دهشة. أنا لا أصدقك، هذا الكلام مجرد فخ لتدفعني إلى عمل ما تريد، أليس كذلك؟ رفع رأسه ينظر إليها. صحيح، أتودين الرهان على هذا؟ لم أذق طعم النوم الهنيء منذ رحيلك عن المنزل. ماتيوس، أخذت ترتجف ولكنها لم تتحرك. أنت في 17 وأنا في 34، في السنوات 3 المنصرمة دئبت على القول لنفسي أن فارق السن بيننا كبير جدا، وأن مشاعري ستتغير كلما كبرت وتعرفت إلى شبان، ولكن هذا ما لم يحصل. هزت رأسها عاجزة. لماذا لم تخبرني؟ لأنني أردت محاربة هذه المشاعر. لماذا تجنبتك منذ عودتك من المدرسة؟ ولماذا استخدمت كاتي لورد؟ شهيقت. اعتقدت أن السبب ما قد يقوله الناس. ومنذ متى أهتم بما يقوله الناس؟ منهم من طلب مني أن أضعك في ميتم، ومنهم من اعتبر علاقتنا غير شرعية، ولكنني كنت مصمما ألا تكون كذلك. ماتيوس، لكنك أبعدتني. أجل، بعدما بت خائفا من أن أفقد السيطرة على مشاعري، كنت على حق في هذا فقط. لقد أردت إخراجك من منزلي لأن حبي عبء لا أنوي أن أريح نفسي منه. ولكن لماذا؟ حبا بالله لي، ظننتني أفعل الصواب، كنت أعرف أنني لا أستطيع الاحتفاظ بك معي، وكان الزواج بك بعيد المنال. ففكرت، لا أدري بماذا فكرت، أظن أنني وجدت فكرة سفرك إلى سويسرا هي الحل لنثوب إلى رشدنا. إنما فليساعدني الله، لم ينجح الأمر، فقد كانت الأسابيع المنصرمة علي جحيما. أما الليلة فجئت إليك حتى أصحبك لتكوني رفيقة للسيدة غوتنيس. السيدة غوتنيس، لكنها تعيش قرب النهر على بعد 3 أميال من ماتلوغ إيج. هذا صحيح، هو بعد كاف لأكون بعيدا عن الإغراء، لكن قريبا بما فيه الكفاية لتظل عيني عليك وعلى من تصادقينهم. التقطت شفتها السفلى بين أسنانها وقالت: وكان جحيما علي أيضا، ألا ترى كم فقدت من وزني؟ لاحظت
لاحظت كل شيء في الدقائق التي ظننت فيها أنك تورطت مع رجل آخر. هل أحسست بالغيرة؟ لم تستطع مقاومة طرح السؤال والتوت شفتاه. ماذا تظنين؟ إذا كنت قد غرت من لاين وماتيسون الشاب فالرد هو أجل. أستطيع القول إنني غرت وسأغار من أي منافس. أطلقت صيحة حبور وهزت رأسها. أكنت تغار من جورج؟ قال إنك تغار منه ولكنني لم أصدقه. قال ماتيوس بهدوء: أعتقد أنه شديد الملاحظة أكثر مما كنت أظن. هو الآن ماذا ستفعلين؟ أما زلت تريدين المضي في ذلك العمل؟ ارتدت ليا لتسند ظهرها إلى إطار الباب فأطرافها ترتجف بشدة حتى لا تكاد قادرة على إسناد نفسها. همست: ما هو البديل؟ رنت إليه بطرف عينيها فإذا به يصدر آهة مخنوقة قبل أن يقطع المسافة الفاصلة بينهما. وقف قريبا منها، قريبا بحيث أن ذراعه التي ارتفعت لتستريح على الجهة الأخرى من إطار الباب كادت تلامس صدرها. ثم رفع يدها إلى شفتيه بتحفظ بارز وراح يلثم كل أنملة من أناملها بشوق وحب، ثم قال بانقباض: البديل هو أن تتزوجيني في الميلاد القادم. اعترضت قائلة: في الميلاد؟ أجل، لأن الناس عندئذ لن يستطيعوا أن يقولوا إنك غير قادرة على اتخاذ قرارك الخاص. هذا إن قبلت طلبي. زفرت نفسا غير منتظم: بالطبع أقبل طلبك. لفت ذراعها الأخرى حول عنقه: هاهن يا ماتيوس، لماذا علينا الانتظار؟ ضمها إليه ثم تمتم: لن ننتظر حتى نكون معا، فما أشعر به الآن يجعلني لا أقوى صبرا حتى أرجعك إلى ماتلوغ إيج. شهقت بلهفة: ستعيدني إلى ماتلوغ إيج؟ متى؟ الليلة. هل أسرع في اصطحابك؟ هزت رأسها: نسرع. لفت ذراعها حول خصره واستراحت بين ذراعيه: إنما يجب أن أشرح الأمر لألفونسو. ألفونسو؟ ارتد عنها لينظر إليها فضحكت: إنه مصفف الشعر الذي استخدمني، ذلك الذي طلبت منه كاتي أن يقص شعري. هل أرادت كاتي أن تقص لك شعرك؟ أجل، وقال ألفونسو إنه من الأسف. امتدت يده تتملك الخصل الحريرية: إنه على حق، لو عرفت. قاطعته: لوافقتها الرأي. أطل بنفس ثقيل وقال: كنت مستسئدا ظالما قليلا. عاد يغمرها بين ذراعيه بشوق: اتركي أمر ألفونسو لي، فأنا الآن لا أفكر بوضوح. متى قلت إن أمي عائدة؟ في وقت لاحق. كانا يجلسان في غرفة الجلوس على الأريكة. قال لها وهو ينظر إليها بدون أن يخفي حبه للتملك: أتعلمين؟ أنت الأنثى الوحيدة التي أعرفها والتي تبدو جميلة بدون مكياج. وأنت عرفت الكثيرات. رد بصدق بعدما عقدت ذراعها حول عنقه: بعضهن. لا تفعلي هذا حبيبتي، وإلا عادت أمي العزيزة فوجدتنا في وضع مريب. وهل لديك اعتراض؟ تراجع مبتسما: لا أعترض، إنما تكفيها صدمة اكتشافها ما نخطط إليه. أقصد الزواج، ألا تظنين هذا؟ على أي حال يجب أن ننهي من توضيب حقائبك، سنرحل حالما أشرح لها الأمر. تمتمت وهو يتركها: ستصاب بالذهول. أتعلم؟ كنت أحلم أن أحمل لك طفلا، أما الآن فأراني مترددة. فقد لا تحبني وأنا سمينة. سأحبك مهما كان شكلك. وقف لينضم إليها يرجعها إلى الوراء ليشدها إليه: تذكري، عرفتك بالضفائر والأشرطة والحمالات، وعرفتك كما أنت الآن. هيا اذهبي ورتبي نفسك قليلا، وإلا لن أكون مسؤولا عما سيحدث. تزوجا في 23 من شهر كانون الأول، أما عيد الميلاد فأمضياه في لندن مع باربرا وفيليب جابرسون وعائلتهما قبل السفر إلى نيس وإلى فيلا ماتيوس التي يملكها على شواطئ البحر المتوسط. كان الطقس رماديا أغبر في مثل هذا الوقت من السنة، ولكنهما لم يكونا ليهتما بما يحيط بهما. كانت عزلة الفيلا هي ما يحتاجان إليه. كان أحيانا يتمشيان على الرمال عندما ينحصر المد. حضرت والدة ماتيوس الزفاف وإن على مضض، ثم انضمت إلى رحلة مقررة سلفا إلى مصر. لم تشارك في تنظيم الزفاف بل تركت كل شيء لماتيوس.
ولكنها كانت هادئة مستعدة للوقوف إلى جانبهما في حفل الاستقبال لتقبل التهاني. قال ماتيوس صبيحة أحد الأيام وهما يتناولان الفطور: أعتقد أنها استراحت أخيرا، أظنها كانت تفكر منذ وقت طويل عما يؤخرني عن الزواج. تمتمت بخبث. أنا. وضعت ذقنها فوق يدها تنظر إليه برضا لا تخفيه. ربما كانت تخشى أن أغويك، معها حق في هذا لأنني لم أجد فرصة للمقاومة. رفعت حاجبيها: وهل أنت آسف؟ وأنت؟ ضحكت. آهن، أجل، أنا آسفة لأننا تأخرنا سنة، ولكنك لم ترد على سؤالي. ما رأيك؟ قل لي أنت. ذاقت العينان الخضروان بدعابة. ماذا أقول؟ إنني أحبك حبا لم أعتقدني قادرا على أن أكنه لأي كائن بشري، وإنني كدت أجن بمجرد التفكير في العيش بدونك. ردت مقطوعة الأنفاس: كفى، فلنعود إلى الفراش، وماذا عنك؟ ابتسم ساخرا وقال بقصد إثارتها: ظننتك متعبة بعد الأيام الأخيرة. مدت يدها تمسك يده. توقف عن هذا المزاح المزعج. رفعت يده إلى شفتيها: ألا تحس ببعض الكسل؟ ضحك مكشرا: وأنت موجودة؟ حسنا، فلنعود إلى الفراش، لن نستطيع إكمال الحديث هنا. قالت وهو يحملها بين ذراعيه: ولن نستطيع طوال أيام حياتنا. ولم يستطع سوى أن يوافقها الرأي.